مع حالات ضياع وفقدان السجلات المدنية العائدة للمواطنين السوريين خلال 4 سنوات مضت من زمن الثورة السورية، أما حرقا أو ضياعا جراء قصف واستهداف معظم مراكز السجلات المدنية في المناطق السورية المحررة، بدأت مجموعة من موظفي السجلات المدنية المنشقين عن نظام الأسد بتأسيس مجموعة عمل تعنى بإعادة تأهيل وجمع السجلات المدنية من تسجيل لعقود الزواج وبيانات الولادة والوفاة في مناطق ريف حلب وتحديدا في الريفي الشمالي والغربي المحرر. المركز يسجل ولادات ووفيات وزواجات حتى نخدم الناس، يعني اللي عنده عدة أولاد بده يستفاد التموين أو بده يسجلهم بالمدارس، أو نحن وما عم يستطيع يروح على منطقته، فنحن نسجل له أولاده، نعطيه بيانات ولادي. هالبيانات بيقدمون هو يوما ما، بيقدمون لدائرته وبياخذوهم بيسجلون على اسمه. أنا أعمل رئيس هذه الدائرة ومختص بواقعات الزواج. خلال السنين الأربعة حدثت عقود زواج كثيرة، وها نحن الآن وبحمد الله نقوم بتوثيق هذه العقود. نطلب من الشخص بأن يأخذ إخراجات قيد للزوجين ويذهب إلى المحكمة الشرعية، يقوم بإجراء العقد بالمحكمة، ومن ثم يعود إلينا ونقوم نحن بتوثيق هذه الوقوعات بسجلاتنا. وأسست مجموعة الموظفين والمحامين الأحرار هيكلا تنظيميا لتقسيم العمل وفتح سجل لكل حالة ضمن شبكات حاسوب مبسطة تهدف لتنسيق العمل ما بين الأقسام، وتأمل المجموعة تفاعلا من الأهالي في المناطق المحررة ودعما من خلال عدم تأخير معلوماتهم المتعلقة بالسجل المدني، على أن يكون هذا العمل نواة لمديرية السجل المدني في كل أرجاء سوريا بعد إسقاط النظام. فأنا بالنسبة لي ضمن هذه الدائرة أعمل على الحاسب كأتمتي، وهلأ بالنسبة لنا فكل وثيقة تصدر من عنا حاليا بشكل مؤقت عم نحفظها على الحاسب، في يوم من الايام رجع عنا الشخص فموجودة محفوظة وثيقة، وان شاء الله عم نشتغل برنامج يعني خاص بالأتمتة، فخلال فترة وجيزة ان شاء الله فالمراجع في اي وقت اجى لعنا ورجع مثلا نفرض بعد شهرين ثلاثة اربعة مجرد ما يعطينا اسمه ف بنسوي له عمليه استعلام عنا على الحاسب، ومنطلع له شو سحب وثائق من عنا.